لانه عفوا وقتها سليم شيبوب دخل برشا ملاعبية اللي عمل له قهوه، اللي عمل له رخصه، اللي عاونوا فيه، حد دخلوا فيه وظيفه. انت ما عملك شيء سليم شيبوب؟ نعاود سؤال. شددني اسمع، شددني في سليم. سليم صار ان شاء الله ربي يفرج عليه، ربي يفرج عليه فهمتني، وان شاء الله ربي يشفيه واحد فهمت. انا ما انا قلت لك انا ما لقيتش حاجه، انا عملت قهوه وصرفت عليها وما خديتش رخصتها وقت لي انا في الاسبيرونس. ما دخلكش باش تهبط عطيك. انا قلت لك انا وقت لي انا في الاسبيرونس. علاقتك بيه ما كانتش باهيه؟ بالعكس، انا كانت علاقتي برشا باهيه برشا مع سليم راه. ما قلتش علاقتي مع سليم خايبه. ليه 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 بالعكس. علاقتي مع سليم باهيه. باهيه، علاش انت شو جا نقول لك علاش انت بالذات ليه ما؟ اجي نقول لك ما نعرفش بالحق نحكي صدقني. القهوه هذيك في وادي الليل فهمتني؟ توليت بانك. صرفت عليها صرفت عليها صرفت عليها صرفت عليها مش من شهريتي بريمتي فهمتني. كل مره نزيد حاجه نعمل حاجة، وعملت القهوه وحضرتها وما خديتش رخصتها. ما حاولتش تطلب منه انك انه يعاونك في الرخصه؟ اي شنو كانت جابت؟ طلبت وحدها غاديك وقت. قال لك لا 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 ما قاليش ليه. ما عاود ما ما, ما حل... اغزر قلت لك ما تحلتش القهوه. واضح فهمتني. حمد المد بعاونك زاد دخلك تخدم في الشركه نتاعو. دخلني نخدم اما دخلني نخدم يرحم والدي وبارك الله فيه. اي شنو صار بعد؟ فهمتني اللي صار فهمتني. صارت تحب تعرف حكايتي في الخدمه كيفاش؟ أي. انا خدمتي 10 ايام خديت كونجي رجعت نلقى روحي لبرا. علاش؟ شنو صار؟ الله اعلم. ومشيت حبيت نقابل حمدي المد، مانيش على اساس باش نرجع راهو. بديت نقابله نحب نعرف عليه شنو هو الحديث اللي تحكي. يا اخي صاف ما قابلنيش. قعدت ساعة تستنى قدام البيرو نتاعو؟ قعدت سوايع تستنى. سوايع مش نهار مش اثنين نهبط من بنزرت للاك. ما قابلكش. ومشيت لحتى الباك وما قابلنيش. قلت لك مانيش باش نخدم راه، مانيش ماشي له باش نخدم. وصل له كلام عليك؟ اكيد. قلت لك انا 10 ايام خذيت كونجي. المعلومه اللي عندي تقول بشيء انك قصرت في الخدمه هذيك اللي عطاها. لا عمري ما قصرت. تجي نقول لك وقت اللي تعمل اللي تدخل في في كارفور تلقى شيفر. ما غير ما عادش نسميه المؤسسات. تلقى شيفر. انا اللي سمعته نقول لك المعلومه اللي عندي. بنته مشيت للمؤسسه اللي كنت تحكي عليها هذه. ما لقاتش الحاجه اللي كنت معني باش تخدمها انت. هذيك الحاجه قصرت في الخدمه نتاعك معناها. انت نعطيك حاجه. هذيك اللي حب يعمل لي الماكيده انا خاطر راحتي بالاحد. باهي. وسيرين موجودة معناها الحكاية. ايه وسيرين جات نهار الأحد. دونك أنا نهار الأحد ما نخدمش. والشيء اللي جات عليه هو وراته مش موجود. مش تابعني أنا. تظلمت معناها. أنا خاطر عندي تو نعطيك شنو الحاجات اللي لاهي بها. أنا لاهي بالعصير وبالجازوز هذوما الريونات اللي لاهي بهم أنا تابعيني أنا. داير حتى اللي في اللي شيفر في عام من 11000 اللي تعمل فيه 40000 مش سهل. باه شنو صار؟ هذاك اللي صار الحكايه من فميك بدات المشاكل. واضح. هل صحيح باش كانوا باش يعينوك على الساس في الحديقه؟ ايه كيفاش الحكايه هذيك؟ كانوا باش نخدم في البارك على الساس بعد. انت طلبت ولا هما قالوا لك؟ انا شو انا مش طلبت، انا طلبت خدمه. انا قالوا لي نعاونوك بالفلوس راه. هذا رئيس ترجي ولا شكون؟ ايه قالوا لي نعاونوك بالفلوس. ايه انا ليه ما نحبش حب خدمه. حب نخدم. ايه ما نحب حد يعمل عليا مزيف. علاش ما كملتش؟ فهمتني؟ علاش ما حب نخدم بذراعي انا يعني نجيب فلوس لاولادي من عرق جبيني. علاش ما صارتش تعيين وقتها؟ ما هو بعد عاد دخلت للديليس وكاو هذيك هي بدلت باش مع اسم المؤسسات. ما تشوفش وقتها مع احترامي سامحني الناس الكل والخدمة الكل وحتى خدمة الحارس، ما تشوفش لاعب دولي باش في قيمتك قبل تمشي تخدم في البوست هذيك اللي في البارك معناها؟ شو اجي نقول لك حاجة، كي تخزر لاولادك تخزر لعائلتك ما عاد يهمك شنو هو الخدمة اللي باش تخدمها، المهم تجيب لهم باش يعيش وكاو هذاك شنعرف. ما يهمكش في حد شيء. انا من الناس حتى كي كنت نكور قبل لاني حاشي باش نولي لبس عليا كيما برشا الناس يحكيو، نحب نعيش مستور. هذه من اللي بديت حياتي نحب نعيش مستور كاو السطره هذيك هي. توا امورك واضحه؟
ان شاء الله كي نسكن في داري تتولي اموري واضحه. اللي هي قاعده في طور البناء ان شاء الله. ربي سهل ان شاء الله. كي نسكن في داري نولي لاباس والحمد لله.